لسه الله اعلم هعيش كام سنه، ولسه سنين في القبر، ولسه يوم القيامه، ولسه بدري، وربنا غفور رحيم. يعني ننكد على نفسنا ليه من دلوقتي؟ صدمتي بدات لما عرفت ان لو هدخل النار فالموضوع اقرب بكتير مما كنت اتخيل. ده انا لو مت في اي لحظه، سيدنا محمد قال: من مات فقد قامت قيامته، وانما تموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون. يعني لو مت فجاه دلوقتي وانت من اهل النار، هتلاقي نفسك بكره الصبح في النار. ولا انت ما شفتش حد مات فجاه؟ قبل ما اوصف لك النار، عايزك تشيل من دماغك خالص التخيل بتاع الافلام عن النار وصور البركان والنار بتاعت الدنيا، لان دي ملهاش اي علاقه بحقيقه نار جهنم. جهنم لونها اسود، اللي بيدخلها ما بيشوفش اي حاجه كانه اعمى، ولا بيسمع اي حاجه. تخيل الرعب وانت بتتعذب، ولا شايف ولا سامع حاجه، ولا فاهم الضرب جاي منين. اهل النار بيدخلوها مربوطين مع بعض في سلاسل، بتدخل من مناخيرهم وتطلع من ادبارهم. سلاسل عباره عن نحاس منصهر ملفوف حوالين جسمهم، سلاسل بتسحبهم في اتجاه جهنم على وشهم، مش ماشيين على رجلهم. فبيدخلوا جهنم والعياذ بالله بوشهم، وهم مش سامعين اي حاجه الا صوت شهيق جهنم نفسها. جهنم اللي بيؤتى بيها وليها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، تسقط فيها 70 عاما لا تصل الى قعرها. ويبدا اهل النار يلعنوا بعض وهم داخلين جهنم ومربوطين في بعض، وكل واحد فيهم يدعي على التاني ويقول: يا رب هو ده اللي ضيعني معاه، يا رب ضاعف له العذاب. وربنا يرد عليهم ويضاعف العذاب ليهم هما الاثنين. وبعدين يكسروا لحد ما تربط رؤوسهم باقدامهم، ثم يقلبوا في النار، وكل ما جلدهم يتشوي ويقع من عليهم، ربنا يبدلهم جلد تاني عشان يتكرر العذاب. وايديهم ورجليهم بيكونوا مربوطين، فما فيش اي حاجه تحمي وشهم من العذاب. ربنا بيقول: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ومن شده الجوع بياكلوا شوك بيقطع جسمهم من جوه، ومن شده العطش بيشربوا ماء مغلي بيشوي وجوههم من قبل ما يقدروا يشربوا منه، فيضطروا انهم يشربوا من الصديد اللي نزل من اجسامهم وهي بتتشوي. في شجره في جهنم اسمها الزقوم، الشجره دي بتنبت في قعر جهنم وبتكبر في جهنم كلها. الثمار بتاعتها نتنة كأنها رؤوس الشياطين، وبتاكل منها غصب عنك، وبتسمع صوت يقول لك: ذق إنك أنت العزيز الكريم. مش أنت اللي افتريت وكلت حق الناس والناس كلها كانت بتعمل لك 1000 حساب؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. مش أنت اللي كنت فاهم إنك كده كده مش هتخش النار؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهتنده بقى ساعتها على أهل الجنة، عايز بس مية، بس مفيش. هتطلب من ربنا إنه يخفف عنك يوم واحد بس من العذاب، بس برضه مفيش. هتنده على مالك خازن النار وتقول له: قول لي ربنا يموتني يمحيني تماما، بس برضه مفيش. فالحق نفسك دلوقتي انت لسه فيها، واتق النار ولو بشق تمر.